حرب اتهامات مستعرة بين روسيا والغرب في أوكرانيا، هناك حيث تتقاطع الاستفزازات لتفرز نزاعاً يتفاقم بالتوازي مع العمليات العسكرية. فبعد هدنة لم تطل، تعود الاتهامات لتدخل على خط الحرب الروسية الأوكرانية في استفزازات يدافع كل طرف عن براءته منها، فيما يرى مراقبون أنها تشكل أحد أبرز أضلع النزاع الدائر شرقي أوروبا. حرب موازية تتخذ من اتهامات استخدام الأسلحة القذرة سواء كيميائية أو بيولوجية أو نووية محركها الأساسي، وتعود للمواجهة عبر اتهامات توجهها موسكو لواشنطن بتحضير استفزازات في أوكرانيا لاتهامها وإلقاء اللوم عليها. فقد اتهم قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي إيغور كيريلوف الولايات المتحدة الأمريكية بدراسة 3 سيناريوهات للاستفزاز المحتمل المزعوم. الأول يشمل تدبير مسرحية تحت علم زائف، حيث قال يدور الحديث إما عن استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية بالفعل مع سقوط ضحايا بين المدنيين، وإما فبركة عملية تخريبية من قبل روسيا في مواقع أوكرانية منخرطة في إنتاج مكونات لأسلحة الدمار الشامل. أما السيناريو الثاني فهو استخدام أسلحة الدمار الشامل على نطاق محدود بأقصى درجات السرية، حيث رجح الجنرال أن هذا السيناريو قد يطبق بهدف تثبيط عزيمة القوات الروسية وتقويض قدرتها على المقاومة في تنفيذ مهمة عملية محددة. السيناريو الثالث يكمن في الاستخدام السافر لأسلحة الدمار الشامل في ميدان القتال، حيث لفت كيريلوف إلى أن موسكو ترى في ذلك السيناريو الأقل ترجيحاً. وفي أكثر من مناسبة حذر البيت الأبيض من أن روسيا ربما تخطط لهجوم بأسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا، مشدداً على ضرورة الاستعداد لهذا الاحتمال، وهو ما دعمته عدة تقارير غربية فيما تنفي روسيا ذلك وتهاجم الغرب بالسلاح نفسه.